طيب، أخرج الصدوق في أماليه عن الإمام الصادق عن آبائه مرفوعا من حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي، خلق من طينتي يبين للناس ما اختلفوا فيه من سنتي، وهو أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وخير الوصيين. الحديث ماشي. أنا إن شاء الله إن أحببت حتى نريح المشاهدين فقط، نعم، بعد الحديث 20 نخرج بفاصل. طيب إن شاء الله. ماشي؟ إن شاء الله. بعد 20. طيب. هذا الحديث أخرجه الصدوق في الأمالي المجلس 26 الحديث الثامن، نعم، وذكره هاشم البحران في غاية المرام من طريق الصدوق في الجزء الأول صفحة 84. نعم. قال الصدوق: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا فرات بن إبراهيم ابن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن ظهير قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا فيه فرات بن إبراهيم صاحب التفسير، مشهور مفسر عنده كتاب تفسير لفرات بن إبراهيم. قال محقق التفسير محمد الكاظم: إن صفحات التاريخ لم تذكر إلينا من حياته شيئا، ولم تفرد له الكتب الرجالية التي بين له ترجمة لا بقليل ولا بكثير، مو معروف الرجل، ولم تذكره حتى في خلال التراجم. قال المجلسي: لم يتعرض الأصحاب له بمدح أو قدح. كلام المحقق في تفسير فرات الصدح صفحة 10، وكلام المجلسي في البحار الجزء الأول صفحة 37. وفيه محمد بن ظهير قال المامقاني إمامي مجهول، وهذا في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 39 و100. نعم. جميل.